صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، تحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. بين البورصة المتنقلة حول اسم رئيس للجمهورية اللبنانية وبين مصير المخطوفين العسكريين، هالمصير الضبابي اللي بعد ما قدرنا نستوضح أمره لهلأ، وبهالوقت قلبنا كل الوقت أكيد مع أهالي المخطوفين. بتصور كل الليل كل اللبنانية عم يفكروا فيكم أهالي المخطوفين يلي منتظرين أنه اليوم يكون في خبر حلو، خبر سعيد إن شاء الله يا رب. وبين الذكرى السنوية أو مرور سنة على رحيل المفكر اللبناني الكبير سعيد عقل يلي ما كان عارف أنه بعد رحيله بلد الأرز رح يغرق بالزبالة، نحن منتابع نحن وياكم مع فقراتنا مع لايف مع نهار جديد. بتأمل أنه يكون نهار حلو بالرغم من كل شيء. ما ننسى أنه اليوم كمان رح نكون مع نقل ذكرى كمان اغتيال رنا معوض رئيس الجمهورية اللبنانية يلي كان عنده كتير من الأفكار الكتير حلوة، ودايما لما بيكون في شخص فعلا بده القيامة للبنان للأسف يد الغدر بتطاله، فكمان بهالذكرى اليوم بنعزي كل اللبنانيين. نحن بنبدأ إذن مع فقراتنا العديدة والبداية مع تينا. بونجور، صباحو. صباح الخير، كيفك كاتيا؟ صباح الخير بالرغم من كل شيء. أكيد دايما بنقول صباح الخير. كيفك أنت؟ ماشي الحال، كل شيء منيح. عندك اليوم؟ اليوم فقراتنا عديدة، في نيتشر، في إيت سمارت، ومثل كل سبت عم نقدم ديسير بي واتس كوكينج. رح يكون معنا شيف شال عزار، فتنشوف اليوم شو رح يحضر لنا، شيء سبيسيال مثل عام. عنده كثير اشياء جديده هاليومين شارل عزار على كل حال. صح، كان عنده كوليكسيون جديده. اكزاكتلي. بس بهالوقت رح شوف انا وتينا اذا شو هي اخر التطورات بلبنان وبالعالم باب تو ديت. ابتديت لليوم مواضيع عديدة، طبعا المواضيع السياسية عم تطغى هالفترة كتير على أجوائنا، متأمل أنه تكون عم توصل لنتائج منيحة. إنما أول خبر، وزير خارجية فلسطين بيقول أنهم حريصين على التنسيق مع لبنان، وأكيد كمان موضوع دكتور جعجع اللي بيأكد وحدة 14 أدار. استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالسراي الكبير وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، وقال المالكي أنهم بحثوا الهم المشترك وهو الوجود الفلسطيني بالمخيمات. وطبعا نحكى عن هالموضوع، وكان الاهتمام أكيد بتفاصيل هالموضوع يلي أطلع المالكي عليه لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام. من جهة أخرى، جدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وحدة قوى 14 أزار وتمسكها بمبادئها وأهدافها ونظرتها للبنان، وقال بهالظرف بالذات بنجدد تمسكنا كمقاومة لبنانية بالمقاومة اللبنانية و14 أدار. 14 أدار أهداف ومبادئ ونظرة معينة للبنان ومشروع سياسي واضح المعالم. 14 أدار لبنان سيد حر مستقل بكل ما لهالكلمات من معنى. 14 أدار حدود مرسومة بين لبنان وسوريا محفوظة من قبل الجيش اللبناني وحده. 14 أدار سياسي خارجي للبنان تعكس تنوعه بحياد إيجابي واضح المعالم. 14 أدار دولة فعلية قوية وليس دولة تغطية لأي شيء آخر مهما تعددت التسميات وكثرت الشعارات. 14 أدار العلم والثقافة والتطور. 14 أدار النقي بلبنان عن كل أزمات المنطقة. 14 أدار لبنان أولا وأخيرا ولا شيء بينهما، ومهما يكن من أمر فإننا جماعة المقاومة اللبنانية وثورة الأرز و14 أدار فقط لا غير، منعا لكل التأويلات.
تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ببذل كل ما بوسعه لتدمير جيش المتطرفين، أكيد اللي نفذوا اعتداءات 13 تشرين الثاني بباريس. وقام بهالكلمة بحفل أقيم بمجمع ليزانفاليد تكريما لضحايا الاعتداءات، وقع أكيد أكثر من 130 قتيل و350 جريح. أما الكرملين فبيقول إنه الدول الغربية غير مستعدة للعمل مع روسيا بائتلاف موحد ضد تنظيم الدولة الإسلامية. فكل واحد يعني أخذ طرف. بس دائما في بورصه وين ما كان، يعني مين قال انه رح يصير شيء وبعدين بيصير غير شيء وبعدين ترجع بتتوضح. انا مره بصير في توحد كاتيا، اي صعبه كثير، الاراء مختلفه كثير والمصالح مختلفه كثير، ولكن بلكي يكون في حوار بين الكوريتين. هيك بما انه دائما عم نحكي عن الحوارات وين ما كان، اتفاق بين الكوريتين على الحوار، اتفقت الكوريتين على اجراء حوار على مستوى عالي بكانون الاول لنزع فتيل التوتر. وقال مصدر وزاري انه الطرفين رح يجتمعوا على مستوى مساعدي الوزراء ب 11 كانون الاول بعد ما وافقت كوريا الشماليه على محادثات شامله حول المسائل العالقه المتعلقه بتحسين العلاقات. ان شاء الله يعني حوار وين ما كان نحن بنصير نفكر اذا رح ياثر علينا حتى بالكوريتين. خلال زيارته لحي كان جيمي العشوائي بنيروبي دين البابا الظلم الفظيع جراء التهميش بالمدن وبسبب جروح سببتها الأقليات يلي بتحتكر السلطة والثروة، بينما تضطر الأغلبيات المتزايدة للجوء إلى ضواحي مهملة وملوثة ومهمشة. بعيش بحي كانجيمي العشوائي أكثر من 100,000 شخص بظروف بائسة. خبر اخير باب تو ديت لكل الناس اللي عم يتساءلوا شو وضع يعني الشنغن، اول شيء شو وضع الدخول على الاراضي الفرنسيه بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني. بتقول السفارة الفرنسية والسلطات الفرنسية أن الحدود مفتوحة بس الإجراءات مشددة. طبعا الوثائق المطلوبة هي نفسها، ولكن بما أنه في تشديد فممكن أنه يكون في تأخير بلكي بالوقت، يعني فمهم أنه نكون على الوقت. الفيزا اللي أصدرت قبل الاعتداءات والإجراءات المشددة لازالت معترف فيها، إصدار الفيزا بياخد نفس الوقت بالمبدأ. كل المعالم الأثرية وثائق في بباريس مفتوحة للجمهور إلا بالحالات الاستثنائية، كل المحلات والمجمعات فاتحة أبوابها، كمان الحفلات الموسيقية المقررة بعدها موجودة، ولكن التشديد بالرقابة والتفتيش عم بيكون أكبر، فكمان لازم تنتبهوا أنه توصلوا بكير. البوليس الفرنسي صحيح أنه أعلن حال الطوارئ، ولكن هذا ما بيعني أنه في أي حظر تجول بأي وقت من النهار أو من الليل. وسائل النقل الداخلية والخارجية هي مأمنة ولكن برقابة مشددة، والمطارات عم تصير بشكل عادي، وأصلاً ما صار في أي تعطيل لأي طيران من حتى نهار 13 تشرين الثاني. هذا بعد من يومين ما استضفنا السفير الفرنسي بي ألايف وحدثنا بالتفصيل عن رؤية فرنسا حاليا إن كان للاجئين السوريين والعراقيين، يعني اللاجئين إجمالا لأنه قيل أنه ممكن أنه يكون في بيناتهم إرهابيين، فوضح هالشيء وقال أنه ما رح يعني ننتقل لحتى نصير عم نضطهد اللاجئين، وهذا يعني كان أمر كتير مهم وأهم عند الجميع، وخبرنا قد ضروري انه يكون في هالمره تشديد ومراقبه اكثر، ولكن الحياه لازم تكون عم تمشي عاديه. هيدا اب تو ديت لليوم. فينا نشوف الصوره بس؟ ما في عندنا صوره؟ من لحيه؟ لانه صوره كثير حلوه. صوره رائعه من لبنان، هيك تنضل حافظين الصور الحلوه. وفعلا ومنتابع مع اوتو فوكس. خليكم معنا. ذكرت كلمه العالم، بخبرك خبرتين عن هالموضوع. اجت لهون مديرة الكونسيرفاتوار تبع بودابست، وبتعرف عاصمة المجر من كبار المناطق اللي طلعت عبائرة.